مراسلنا سمير عمر ينضم إلينا من القاهرة، ونتابع معك سمير يعني مجمل الكلمات، كلمات المندوبين في هذا الاجتماع والإجماع العربي على إدانة الهجمات والخروج بموقف عربي موحد إزاءها. بالتأكيد هذا الاجتماع الذي انعقد بناء على طلب الدولة العربية المتحدة بهاشم الكويت رئيسة الدولة الحالية جاء للتأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه أولا الاعتداءات الحوثية المتكررة والتي كانت آخر حلقاتها استهداف أبو ظبي المنشآت المدنية في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، وكذلك التأكيد على الربط الذي يراه العرب أنه رابط ما بين حبل سرين بالأحرى ما بين إيران وبين جماعة الحوثي في اليمن. البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع غير الاعتيادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يتضمن التأكيد على نقاط أربع هي كالتالي: أولا الإدانة الشديدة والاستهجان الكامل بهذه العملية الإرهابية التي استهدفت مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة الإماراتية في أبو ظبي من جانب جماعة الحوثي، والتأكيد كذلك على إدانة أي عملية من هذا النوع تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية. ثانيا الدعم الكامل العربي الكامل بالإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا في اتخاذ ما تراه مناسبا ردا على هذه الاعتداءات المتكررة، حماية لأمنها القومي وحماية لأمن مواطنيها والموجودين على أراضيها. ثالثا التأكيد على دعوة المجتمع الدولي إلى اعتبار جماعة الحوثي المتكلمة من أعمال إرهابية بحق المنشآت المدنية في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية عمل مرفوض دوليا، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الجماعة الحوثي في اليمن. رابعا الربط ما بين ما تقوم به جماعة الحوثي من أعمال إرهابية واستهداف المنشآت المدنية في السعودية في الإمارات وما بين عملية التمويل والدعم الذي تقوم بها إيران باعتبار هذا التدخل تأثيرا في الدول العربية بسبق وأن أعلنت الجامعة العربية بمختلف مؤسساتها ومستوياتها رفضها القاطع له. خامسا التأكيد على أهمية العمل على حل سياسي لوجه المشهد في اليمن بما يحول دون تجدد هذه الهجمات ودفع جماعة الحوثي إلى الالتزام بما يمكن أن حل سياسي في اليمن. هذه تقريبا مجمل النقاط التي سيتعرض لها البيان الختامي في نهاية هذا الجلسة، واستمرار أيضا الأمانة العامة العربية في متابعة ما يمكن أن تفعله الجامعة كمؤسسة عربية الجامعة أو كل دولة عربية على حدة لدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا السياق. سمير عمر مراسلنا من القاهرة، شكرا لك على هذه الإحاطة.